مستعد للحرب ضد طالبان، استعدادي للسلام. هذا ما قاله أحمد مسعود، القيادي الأفغاني من ولاية بنجاشير، موطنه وموطن والده الراحل أحمد شاه مسعود، التي ما زالت عصية على حركة طالبان التي سيطرت على أرجاء البلاد. بنجاشير أو الأسود الخمسة كما يطلق عليها في اللغة الطاجيكية، هي بمثابة ساحة استعداد للقادم، أو على الأقل كما يبدو من التعبئة والحشد اللذين دأب عليهما القيادي الأفغاني منذ سيطرة طالبان على كابل، حيث ترك العاصمة وعاد لقواعده في مسقط رأسه مستعدا للسلام والمواجهة في آن واحد. أحمد شاه مسعود يقول إنه على استعداد للتحدث مع طالبان، وبالفعل يجري اتصالات مع الحركة، لكنه يؤكد أنه غير مجبر على فعل أي شيء، ويدعو الحركة للعمل معا إذا كانت تريد السلام. أما إذا أرادت فرض الأشياء بالسلاح فهو ما لن يقبله، ومن خلفه قاطن ولاية الأسود الخمسة.